تقبل الله أعمالكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحديث المختصر حول بعض توصيات للنبي الكريم صلى الله عليه وآله، نأخذ من الرواية شيئا يسيرا بقدر الوقت. قال صلى الله عليه وآله: من أسر، يعني أخفى، قام بعمل في السر، من أسر ما يرضي الله عز وجل أظهر الله له ما يسره. الإنسان يتمنى أن يكون محبوبا عند الناس، ممدوحا، أن يراه الآخرون نظرة فيها نظرة كمال وليس انحطاط، وحتى في الزيارة محبوبة في أرضك وسمائك. ونقول في الدعاء: يا من أظهر الجميل وستر القبيح. الحقيقة أن الدنيا هي محطة، وهذه المحطة النظارة فيها خادعة، والآخرة هي دار الحيوان، دار الحياة، دار المقام، ولا توجد فيها نظارة خادعة. كيف يعني؟ يعني أنا اليوم قد أسعى لأن أكون ممدوحا عند الناس، فأظهر للناس ما ليس واقعي قدامهم، أجود المصحف وأقرأ وأتخشع، وفي البيت قد تمر الأيام لا أدري القرآن أين هو. أنا الآن أسعى لتجميل صورتي الظاهرية. الناس في الدنيا الله تكلم عن نظرهم، وعن الآخرة فقال: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لهذا الأولياء يقولون: لا تفضحني على رؤوس الأشهاد، يعني هناك النظرة الحقيقية. بضم عقيدة التجسد، تجسد الأعمال، أنا بعملي أصنع صورتي. ففي عالم الملكوت صورتي إما بهيمة همها علفها، وإما سبع ضاري يظلم الآخرين، وإما صورة إنسان كامل. فأعمالي تتجسد، ومن هو مطلع على عالم الملكوت يعرف الحقائق، يرى حقائق الناس. لهذا يوم القيامة يتشكل الإنسان بعمله. فالإنسان اليوم قد يسعى لخداع أحد، لكن يوم القيامة ما في خداع، البصر حديد، وهناك صورة ثابتة. إذا صورة بهيمة بكون بهيمة، إذا صورة سبع بكون سبع. لهذا المؤمن اللي عنده يقين ما يسعى إلى مرضات الناس، يسعى إلى مرضات الله، لأن هذا هو الكمال الحقيقي. وهؤلاء الناس في الآخرة سيعرفون من هو الحقيقي الصادق في إيمانه ومن هو مدعي. فالذي يراهن على الدنيا خاسر، مغرور، مخدوع. هذا أولا. ثانيا، حتى الدنيا الله مقلب القلوب فيها، والرواية تقول: من أصلح بينه وبين الله أصلح الله بينه وبين الناس. يعني الإنسان الذي همه رضا الله ولا يظهر طاعاته لا يطلع ولا تمر الأيام إلا الناس كلها تثني عليه. الله يطلع الناس على حقيقة هذا الإنسان الصالح، فيكون ممدوحا وهو لا يريد مدحهم، ويكون محبوبا في الدنيا ومحبوبا عند أهل السماء يعني في الآخرة، وهو لم يسعى إلى مرضات الناس. والذي همه أن يرضي الناس تأتيه الفضيحة من كل جانب. نحن نقول: لا تؤدبني بعقوبتك، قد تكون فضيحة تأديب. فإذا الرواية تقول: من أسر، يعني أخفى ما يرضي الله عز وجل لأن نيته صافية لله، أظهر الله له ما يسره، جعل الناس تتكلم بكلام طيب عنه.
ثم قال: ومن أسر ما يسخط الله تعالى أظهر الله تعالى ما أظهر الله تعالى له ما يحزنه. يقول أنا كنت في السر، ما في شيء اسمه في السر عند الله. هذه زليخة غلقت الأبواب، كانت تريد في السر. وإذا القرآن يقول: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها. إذا الله يريد يظهر الحقيقة ما حد يقف أمامه. ثم قال: ومن كسب مالا من غير حله أفقره الله عز وجل. المشكلة أنني حينما جمعت المال كان همي أن أرتقي أمام الناس بالمال وأن أقضي حوائجي بالمال، وإذا بالله يفقرني ولا بحريق يذهب بالمال، لكن يبقى تبعات ذلك، يبقى الإثم والمؤاخذة. فالذي يطلب غنى بالحرام طلب فقرا وهو لا يعلم. الشيطان يخدعنا، الشيطان يقول لك الصدقة تخليك فقير، الشيطان يعدكم الفقر. والشيطان يقول لك اسرق، مو أنت أول سارق، هذا أصلا حقك، ويخليني أسرق الوزارة ويخليني أسرق المؤسسة ويخليني أقول راتبي أصلا أقل من شغلي، ألا يجوز لي أسرق؟ كلام الشيطان. فالإنسان قد يسرق يطلب الغنى فيفقره الله. ومن تواضع لله رفعه الله. لأن الشيطان يقول لك لا تتواضع، ترى الناس بعدين ترتقي عليك ويهينونك. لا، التواضع هو سبيل لرفعة الله للإنسان، لأن الله أخبر بذلك. ومن سعى في رضوان الله أرضاه الله. احنا نقول رضا الله في رضا فاطمة عليه السلام. ليش رضا الله في رضا مخلوق؟ لأن الله من أسمائه الحسنى الشكور. فلما كانت فاطمة عليها السلام تصبح وتمسي وهمها رضا الله، صار رضا الله في رضا فاطمة، شكرها بذلك. ترى حتى يوم القيامة القرآن يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضا متبادل. فالمؤمن إذا هم يرضي الله سيجد أن الله يدلل له الدنيا لترضيه، لأن الله راضي عنه. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يسر له الأمور. إذن هذا أمر أيضا آخر من ضمن توصياته. قال: ومن أذل مؤمنا أذله الله. الله يعز من يشاء ويذل من يشاء. اللي ذل مؤمنا فلينتظر إذلال الله له. المؤمن أنت ما تقدر تذله، لأن العزة لله جميعا وللرسول وللمؤمنين. فأنا لو سعيت أذل المؤمن ما أقدر، لكن الله يقدر يذلني في المقابل. ومن أذل مؤمنا أذله الله. ثم قال ونختم بذلك: ومن عاد مريضا. المريض محتاج إلى دعم نفسي، فصارت عيادة المريض من المستحبات المؤكدة. ومن عاد مريضا فإنه يخوض في الرحمة. أنت ما تدري لو يكشف لك الغطاء لوجدت أنك إلى الحقوين، لأن النبي في الرواية أشار إلى الحقوين، يعني إلى هنا الحوض، أنت تخوض في رحمة، أنت تمشي إلى مريض. ومن عاد مريضا فإنه يخوض في الرحمة. وأومأ رسول الله إلى حقويه، فإذا جلس عند المريض غمرته الرحمة، صار كامل يتقلب في الرحمة. فإذا في مريض هذا نعتبره جزء من طاعات، جزء من ما يرضي الله أن نعود المريض. توصيات كثيرة، أكتفي بهذا القدر. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.